عام بعد آخر، وأسعار مستلزمات العيد تشهد ارتفاعا جنونيا يفوق طاقة المواطن الشرائية، في ظل استمرار الحرب وتوقف مصادر الدخل ورواتب بعض القطاعات، بالإضافة لتدهور قيمة العملة الوطنية. يوم يرتفع الدولار، يوم ينقص الدولار، وهذا الذي يجعل البائع حسب المزاج. ارتفع الدولار اليوم هذا يرفع أسعاره، انخفض الدولار يبقى تبقى هي الأسعار، لأنه لا يحس أن هناك تراجع في الدولار. هذا الذي يجعل الناس طبعا يأتي بيطلع بمثلا شطة معك ب20,000 تقشش اللي بنتك ولا ما تحصل ما تلاقيش بال20,000. مناسبة العيد بالنسبة للأطفال ليست مجرد فرحة عابرة فقط، لكنها الملابس والألعاب وطقوس الأضاحي. وإن لم تتوفر هذه المستلزمات فإن الفرحة بالعيد بالنسبة لهم تكون منقوصة. العيد الأول كان مليح، العيد هذا مش مليح، لأنه هذا العيد غالي. العيد معنا احنا عيد، بس السنة هذا مش يعني عيد، لا قدرنا نكسر قهال ولا يعني غلا، تدور السوق كله ما تحصش يعني للقهال، كيس الذي تشتيه كله غالي، كله غالي. الحاجة الذي هي يعني مليح تشتي للقاهل يعني غالي. تأتي مناسبة عيد الأضحى في ظل وضع معيشي غاية في الصعوبة، يجعل من اقتناء مستلزمات العيد واحتياجاته حكرا على بعض الفئات التي لا تزال ذات دخل محدود. في ناس والله انه يخرجوا يبكوا من داخل المول ما يستطيعش يشتري، والله ان الجاهل يغزق قلبك لما يخرج قدامك هم وابوه ما قدرش يشتري له شيء. يعني لمن نلتجئ في الوضع هذا؟ اتلمس عن توضع الناس، تفرج المحلات وتدخل وتفرجت المحلات، اذا حصلت فستان اقل من 12 14,000 اعمل فيك تشتي. يعني الناس وضعهم راكده للارض، والله ما يحصلوا قيمه 1000 ريال بيومه. منغصات الحرب وتبعاتها والظروف الاقتصادية سرقت البهجة والسرور بالعيد هنا في ريف تعز، لكن الكثير من المواطنين يحاولون أن يعيشوا المناسبة بكل تفاصيلها رغم واقعهم المر ومآسيهم الكثيرة. وإن اختلفت المناسبات وتعددت مظاهرها، يبقى الثابت هنا هو استمرار حرب الميليشيات الانقلابية وغياب دور الحكومة الشرعية للقيام بواجبها لتستمر معاناة المواطنين خصوصا في الأفراح والمناسبات. لكن السؤال الأبرز هو إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة، تعز.